الصف الثالث الثانوي، طلاب الثانويه العامه، اهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضله دائما بي ذا فيرست، خليكي الاول. طبعا اولا احب اقول لكم الف الف مبروك على التفوق والنجاح في الثانويه العامه. وطبعا زي ما احنا دايما متعودين معاكم في القناه بتاعتنا، مش مهم مجموعك كان ايه، مش مهم الكليه اللي انت تدخلها كانت ايه، حاول ان انت اي كليه تدخلها باذن الله تعالى تكون رقم واحد فيها، وهي في الحاله دي هتبقى دي بالنسبه لك كليه القمه. طبعا بعد ما وزير التربيه والتعليم اعتمد النتيجه، وبعد ما طلع التنسيق بتاع المرحله الاولى، بدانا ان احنا دلوقتي طبعا الحاجه اللي شغله طلاب كتير واولياء الامور، ازاي نسجل في التنسيق الالكتروني بتاعنا، وازاي نكتب الرغبات بتاعتنا. فتعالوا كده النهاردة مع بعض نمشي خطوة بخطوة ونشوف طريقة التسجيل الإلكتروني لتسجيل الرغبات في الثانوية العامة. طبعا أول حاجة أنا هسيب لكم اللينك بتاع التسجيل، هتلاقوا اللينك دوت هيكون موجود في صندوق الوصف، هتطلع هنا في المقالة ديت، هتنزل تحت نوت كده شوية زي ما احنا شايفين هنا كده مكتوب تنسيق ديجيتال، هنضغط عليها. اول ما بتضغط عليها، تعالوا كده نشوف مع بعض، بيجي لك كده الصفحه اللي فيها ان هو كده العداد بتاع الرابط. هنستنى لما العداد يعمل صفر، يوصل للصفر، وبالله على طول بدا ان هو يظهر عندنا رابط الصفحه، بنضغط عليه. اول ما بنضغط على رابط الصفحه بيدخلنا على الصفحه ديت بتاعه وزاره التعليم العالي والبحث العالي. طيب هنا بقى زي ما احنا شايفين هنا كده هنضغط هنا على كلمة اضغط هنا للدخول للصفحة. طبعا احنا في اول حاجة هنا عندنا خدمات تنسيق الثانوية العامة اللي انا ظللتها ديت، وتحتها هنا اضغط هنا للدخول الى الصفحة. اول ما بضغط عليها بيجي لي الصفحة ديت هنا كده، ببدأ ان انا هلاقي برضو هنا تسجيل الرغبات، وهلاقي هنا مكتوب اضغط هنا لتسجيل رغبات. هبدأ إن أنا أضغط عليها وانتظر طبعا لغاية ما تحمل معايا، زي ما احنا عارفين ده طبعا بترجع للجودة بتاعة الإنترنت عندك في المنزل. هننتظر كده لحظات مع بعض. أول خطوة عندنا يا شباب بعد ما فتحت معانا، قال لي الخطوة الأولى إدخال رقم البوليس. طبعا هنا أول حاجة بيقول لي شهادة الثانوية، وبيقول لي اختار مصدر الشهادة التي حصلت عليها أولا. بندوس هنا على السهم اللي هنا، بيبقى في عندنا مدارس الثانويه العامه ولا مدارس العلوم والتكنولوجيا اللي هي ستيم يعني، فاحنا هنختار مدارس الثانويه العامه او حسب المدرسه اللي انت عايزها. طيب بعد كده تاني خطوه هنا بيقول لي ادخل رقم الجلوس. هبتبدا تكتب رقم الجلوس بتاعك اللي انت طبعا عارفه وكتبته كتير جدا ساعه الامتحانات. بعد كده بيجي هنا بيقول لك الرقم السري. طب ايه يا مستر الرقم السري ده؟ الرقم السر ده طبعا في الاستماره بتاعه الامتحانات بتاع اللي هي الاستماره بتاعه النتيجه اللي انت خدتها من المدرسه، هتلاقي تحت كده بعد كلمه المجموع على الشمال مكتوب حرف سين وجنبيه مجموعه من الارقام، هتلاقي الكلام دوت في الاستماره بتاعه الدرجات بتاعتك. الارقام دي هتبدا ان انت تكتبها، وهنا بيقول لك ملحوظه مهمه جدا، ينصح دائما بادخال الرقم السري من خلال ازرار الارقام الموضحه بدلا من لوحه المفاتيح. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عندك 3 ما تكتبش هنا 3 باللوحه المفاتيح بالكيبورد، لا انت هتضغط على الرقم اللي عندك هنا، في ارقام عندي ظاهره هنا 1 2 3 4 5 6 اهي، هبدا اضغط على الارقام بتاعتي بالظبط. تعالوا كده نشوف نكتب الرقم السري. بعد ما كتبنا بيديني هنا رقم يعني طبعا عشان خاطر بقى كده احنا فاهمين الموضوع ده، عشان رقم هنا هو ببدا ان انا ادخله. طبعا لو الرقم مش واضح بالنسبه لك ممكن تدوس هنا كلمه تغيير فبيغير الرقم معاك. بعد ما انت تدخل الرقم بيبدا بعد كده تضغط على الخطوه التاليه. طبعا بيقول لي برضو يرجى الانتظار، ده طبعا حسب النت وكده. بيطلع لك الصفحة دي بقى، الصفحة دي بيبقى فيها رقم جلوسك واسم الطالب، تاريخ ميلاده، المحافظة، الشعبة بتاعتك، الإدارة، وكمان الدرجات بتاعتك، المجموع الكلي بتاعك والكلام ده كله.
ايوه طبعا بيقول لك لو في اي اخطاء بتكلم 15 3 ساعات عشان خاطر تبدا تعمل اي تعديل. طب لو انت تمام وكل حاجه تمام بتبدا تضغط هنا على الخطوه التاليه. طيب هنا بقى دي الصفحه بتاعت ادخال وتعديل الروبوت. اول حاجه هنا فوق بتختار التخصص، بتيجي هنا على السهم الاولاني دوت، بتبدا تشوف الكليه اللي انت عايز تدخلها، التخصص بتاعها، يعني مثلا كليه اثار، كليه اداب، طبعا كل واحد حسب الشعبه بتاعته فبيبدا يديله الكليات المتاحه ليه. تبدا بقى تختار تشوف ايه اللي انت عايز تكتب عايز تختاره. مثلا نفترض انا دلوقتي عايز اختار كليه اداب. طيب بعد كده بنزل عليها تاني هنا تحت كده بيبدا يقول لي انت عايز اداب ايه؟ اداب القاهره ولا اداب حلوان ولا اداب عين شمس؟ شوف بقى طبعا انت بتحاول تشوف اول حاجه تبدا المحافظه اللي انت فيها، وبعد كده تبدا تشوف اللي هو ابعد منك فالابعد منك فالابعد منك. طبعا هنا هتلاقي مثلا مكتوب الف وفي ب وفي ج وفي ممكن د. ايه يا مستر بقى الف وب وج ود؟ ده حسب القرب والبعد من محل السكن بتاعك، لان انت لازم تختار الكليه والجامعه حسب الموقع الجغرافي بتاعك. طبعا كل لازم تبدا الاول باللي هم الف، بعد كده تختار اللي هم ب، بعد كده الجيم، وبعد كده الدال، وهكذا حسب ما انت عايز في الترتيب بتاعك. مثلا انا هختار اداب القاهره. طب انا هنا بعمل ايه؟ هقوم دايس هنا كلمه اضافه، هتلاقيها ظهرت في الرغبه الاولى هنا كده اداب القاهره. تمام كده اهوت. طيب مثلا بعد كده اعمل اضافه ثانيه، مثلا اداب حلوان، اداب عين شمس، اداب المنوفيه، وهكذا اشوف بقى مجموعه الكليات اللي انا عايز ادخلها. مثلا لو انا حابب ادخل اداب، طب انا مش عايز اداب، مثلا ممكن اقوم داخل مثلا انا عايز ادخل مثلا ألسن. طيب واقوم مثلا هنا جاي مختار مثلا ألسن عين شمس، واقوم دايس اضافه، بعديها ادوس مثلا ألسن اسوان، وهكذا ابدا ان انا اختار الكليات والجامعات اللي انا عايزها. طبعا هنا دول زي ما احنا شايفين تحت كده هنا 75 رغبه. طبعا لو انت جيت هنا دلوقتي انا مثلا كتبت كام رغبه دلوقتي زي ما انتم شايفين؟ انا كتبت 6 رغبات. طب انا لو جيت دوست هنا الخطوه التاليه، طبعا هنا هيجي يديك رساله يقول لك يجب عليك ادخال عدد 75 رغبه. يبقى معنى كده هو ان انت ما ينفعش ان انت تكتب اقل من ال 75 رغبه، لا لازم تكتب ال 75 رغبه بتوعك كلهم. طب انا هرجع بقى تاني احاول ايه ان انا املى كل البيانات الرغبات ال 75 رغبه اللي موجودين، واكتب بقى اشوف بقى الكليات، وابدا زي ما اتفقنا ابدا بالقريب مني، وبعد كده ببدا ان انا ابعد في زي ما اتفقنا في الف وفي ب وفي ج وفي د وهكذا. تمام اهو هسجل. طيب نفترض بقى في حد مثلا هنا مثلا انا كتبت هنا ايه تربيه تعليم ابتدائي اسوان، فراح هو على طول مديني ايرور هنا ان في خطا توزيع جغرافي، لان انا مثلا من سكان الجيزه فانت ما تختارش اسوان، ده كده ما تنفعش. يبقى معنى كده دي لازم اشيلها، لازم اعدلها. فاجي هنا كده على الشمال هنا على اليمين هنا كده في علامه اكس هنا بشيلها، ببدا ان انا اضغط عليها واعمل لها حذف. يبقى معنى كده وانت شغال برضو لو في اي حاجه انت عملتها غلط بتبدا ان انت ممكن تعدل. طب نفترض مثلا انا دلوقتي كتبت اداب القاهره اول واحده فوق، طب انا عايز اخلي اداب حلوان هي الاولانيه. هنا بقى عندي اسهم طالعه ونازله، السهم لما تدوس عليه يعني معنى كده بيطلع فوق، تدوس عليه لتحت يعني معنى كده بينزل لتحت. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده هنا اداب القاهره وتحتيها اداب حلوان، لو انا ضغطت كده هتلاقي بقى اول واحده اداب حلوان وتاني واحده اداب القاهره. يبقى معنى كده انا ممكن اعمل هنا اعاده ترتيب حسب ما انا عايز لو انا حصل اي لخبطه معايا. نشوف بقى مثلا النقطة اهو، نكمل كده البيانات بتاعتنا عشان نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. تمام نكمل ال 75 رغبه، احنا عادي مفيش اي مشكله خالص، ندخل البيانات بتاعتنا ولو في خطا هو هيقول لي ان في خطا. وانا طبعا يعني احنا هنا دلوقتي بنعملهم بشكل عشوائي، انما انت طبعا تبدا ان انت تختار حسب رغبتك وحسب اللي انت حبه واللي انت عايزه، وتركز كويس جدا وتبدا واحده واحده مفيش اي مشكله خالص. طبعا هنا لو في مثلا حاجه مثلا ليها مصاريف بيبدا يديك المصاريف بتاعتها. يبقى معنى كده هنا الخانه دي اللي هي فيها الملاحظات بيبدا يسجل لك لو في اي خطا او في اي تعليمات هو عايز يقولها لك بيبدا ان هو يكتبها لك في المكان ده. نكتب ادي اهو نسجل البيانات بتاعتنا. طيب انا دلوقتي تعالوا كده اهو وصلنا لكام؟ وصلنا ل 51. هكمل بقى كده بشكل ايه على طول عشان ما نطولش الفيديو عليكم. تمام ها
نحاول نشوف بقى كده حاجة تانية نخلص بيها كده على السريع. تجارة مثلا اهو، هتلاحظ إن أنا دلوقتي خلصت الـ75 رغبة بتوعي، هاجي بعد كده أقوم دايس هنا الخطوة التالية. هنا الخطوة دي بيديك فيها تسجيل الرغبات، بيقول لك أهو الرغبات اللي أنت كتبتها أهي تحت بعضيها أهي، تمام؟ طبعا لو انت عايز ترجع تعدل حاجه تاني بتضغط هنا، اضغط هنا لتعديل الرغبات فبترجعك على الصفحه اللي احنا كنا فيها مره تانيه. لو كل حاجه تمام 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 بتنزل تحت اهوت، بتلاقي برضو هنا ظهر برضو رقم الجلوس بتاعك، رقم الهاتف المحمول، بتبدا تدخل رقم الموبايل بتاعك، الرقم القومي، طبعا الرقم القومي بتلاقيه في البطاقه بتاعتك او على شهاده الميلاد، وممكن كمان موجود على شهاده الاستماره بتاعت الثانويه العامه، البريد الالكتروني ان وجد، وطبعا الرقم السري برضو بنفس الطريقه بندخله بالارقام اللي بتبقى ظاهره عندنا هنا، بنضغط على الرقم ونضغط برضو هنا الرقم التاكيدي، وبعد كده بنقوم قايلين تسجيل. فاول ما بندوس ده تسجيل يبقى انت كده سجلت الرغبات بتاعتك خلاص، والرغبات بتاعتك راحت على مكتب التنسيق علشان خاطر يبدا يشوف باذن الله الكليه اللي انت تدخلها بامر الله تعالى. طبعا بعد كده بقى لما مثلا الكليه بتدخلها، لما مثلا الرغبه بتجيلك، لو انت مثلا عايز بقى تعمل مثلا لو مكان بعيد فبتبدا تعمل تقليل اختراب، فطبعا تقليل الاختراب ما ينفعش تكون انت، احنا اتفقنا ان في الف وفي ب وفي ج وفي د، نفترض جات لك حاجه من د، ما ينفعش ان انت تقوم قايل انا عايز رقم الف، لا، بتعمل تقليل الاختراب واحده واحده، يعني من د ترجع على ج، من ج ترجع على ب، من ب ترجع على الف، ما ينفعش من د تطلع مره واحده على الف او تعدي بالطريقه ديت، ده ما ينفعش، لازم تمشي خطوه خطوه. اتمنى لكم التوفيق، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من خطوات التسجيل ويكون الموضوع تم بشكل مبسط بالنسبه لكم. طبعا الرابط بتاع التنسيق هسيبه لكم في صندوق الوصف زي ما اتفقنا. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.